الخطوه الرابعه ان انا همثل المنشا في 3 دايمنشن، ادخل اكرر البلاطات ديت في اتجاه الزد واوصف الاعمده والشير وولز اللي عندي على برنامج الساب. هنفك اول حاجه الحل، ونبدا نعمل خطوط شبكه في اتجاه زد. كليك يمين اديت جريد، نعمل موديفاي، ونجيب هنا سبيسنج. نظام السبيسنج اسهل في الادخال. في السبيسنج في اتجاه زد اول مسافه 5، وبعدين تلاتات بقى لحد الدور الثامن، وبعدين عند 9 نضغط 0. اوكي اوكي. ونبدا نختار البلاطات اللي في الدور الارضي دي، احنا عايزين نحركها لفوق بمقدار 5 متر، ان مفيش بلاطه في الدور الارضي عند زد بصفر. نعمل كنترول A ونعمل موف اديت موف عند الزد ب5، كده هيحرك لي البلاطات على ارتفاع زد ب5. نجيب الاكس واي بلان عند زد بصفر، مش هنلاقي حاجه خلاص، هو حركها لفوق. نطلع مستوى اب عند زد ب5. لو انا ما كنتش عملت خطوط شبكه ما كنتش هطلع الاقي البلاطه مرسومه. لازم اظهر خطوط الشبكه علشان اطلع اب ودون الاقي الحاجات ظاهره بالنسبه لي. الخطوه اللي بعد كده ان انا عايز الغي اي كونسترينتس كنت عملتها، اللي هي البادي كونسترينتس اللي كنت عملتها عشان اربط الشير وول بالبلاطه او الاعمده بالبلاطه. نختار البلاطه كلها ونعمل اساين جوينت كونسترينتس، ونلغي البادي كونسترينتس اللي كنا عاملينها قبل كده ديت ديليت. نختار نال اوكي. يعني كده حررنا الكونسترينتس البادي كونسترينتس كلها. باقي عندي اني ازرع الاعمده. الاعمده اللي عندي الصغيره اللي هي 30 في 80 ديت هنزرعها من النقطه بتاعتها الموجوده قبل كده، مفيش مشكله فيها. لكن الاربعه شير وول اللي هي ديت وديت ودي ودي، الاربعه شير وولز دول قطعتهم كبيره، ما ينفعش نزرعها في اي نقطه كده، لازم نزرعها في السنترويد بتاع الشير وول. يعني مثلا انا عندي هنا شير وول اهي، لازم ازرعها من النقطه اللي في النص دي، برضو الشير وول دي لازم نزرعها من النقطه اللي في النص دي، الشير وول دي من النص هنا، الشير وول ديت لا هي من اليمين ولا من الشمال، من النص هنا لازم، علشان يحسب السنترويد بتاع الشير وول مظبوطه وتدخل الانيرشيا بتاعتها في حساب نصيبها من احمال الرياح او الزلازل مظبوط. فانا بالنسبه لي هنا في الساب طالما ان كل الشير وولز 300 سم في 25 سم يعني 3 متر، فانا بالنسبه لي هنا في شير وول 3 متر يعني 6 قطع، كل قطعه نص متر. برضو هنا في شير وول وفي هنا شير وول، في هنا شير وول. المفروض ان انا هختار النقطة اللي في السنترويد بتاعت الشير وول بالظبط. فانا بالنسبة لي هنا النقطة دي هي السنترويد بتاع الشير وول دي، النقطة دي هي السنترويد مظبوط مفيش مشكلة فيها، النقطة دي مش مظبوطة، النقطة ديت السنترويد بتاعها اهي. وبرضو بالنسبة للشير وول ديت السبورت ده مش مظبوط، الشير وول بتاعتي هنا السنترويد بتاعها. يبقى انا هروح جاي مختار النقط بتاعت الشير وول دي مظبوطه زي ما هي، ودي مظبوطه زي ما هي، ديت نختار النقطه اللي جنبها دي، والشير وول ديت هي 3 متر في اتجاه واي كده، يبقى 6 قطع. يبقى انا بعد 3 قطع هختار السنترويد بتاعي اللي هي النقطه دي. كده انا اخترت 13 بوينت اللي هم ال 13 عمود بما فيهم الشير وول. نبدا نعمل اكسترود منهم لتحت. انا كده عند زد ب5 عايز اعمل اكسترود بزد ناقص 5 في اتجاه دلتا زد، في اتجاه زد بدلتا زد ناقص 5، بحيث يزرع لي العمود بتاع الدور الارضي. من اديت اكسترود بوينت 2 فريم
الدلتا واي بصفر، مش هنشتغل في اتجاه واي، انا عايز ازرع العمود في اتجاه الزد، ناقص 5 النمبر عمود واحد. يبقى انا كده هزرع من النقط دي اعمده لتحت في اتجاه زد بناقص 5 والعدد واحد، والبروبرتي اللي هو القطاع بتاعي مش هيفرق معايا اي قطاع. بعد كده انا لسه هخصص قطاعات الاعمده والشير وول، ونغير الضرب بتاع الاعمده والشير وول. اوكي، يبقى انا كده زرعت عمود في الدور الارضي في 3 دايمنشن، هشوفه اهو. برضو نختار نفس الاعمده، بدل ما الف عليها تاني نختار نفس النقط دي تاني من بريفيوس. هو هيختار لي نفس النقط اللي انا كنت مختارها من قيمه شويه، اختار لي 13 نقط، 13 نقطه. نعمل برضو اديت اكسترود بوينت 2 فريم، الدلتا زد ب 3 متر والنمبر ب 7، عشان كده ازرع بيها الاعمده بتوع السبع ادوار اللي فوق، وال 3 متر اللي هو ارتفاع الدور المتكرر بعد كده، والعدد اللي هم سبع ادوار، والقطاع برضو اي قطاع. اوكي، كده يكون زرع لي الاعمده اللي لفوق. لو جبنا هنا فيو ست 3 دي فيو اكس زد، انا عايز اطبق المنشا كده ونخلي الابريتشر دي بزيرو، اطبق المنشا في الواجهه. اوكي، الاقي في سبورتس موجوده فوق هنا، انا السبورت عندي موجوده تحت، يبقى المفروض اختار النقط دي اللي تحت ونعمل لها اساين جوينت ريسترين فيكسد، متفكسده في اللبشه، والنقط ديت اللي هي اللي فوق دي ما عندهاش سبورت، نختار اساين جوينت ريسترين فري. يبقى انا كده حطيت السبورتس تحت بس، وشيلت السبورتس اللي كانت عند زد بخمسة موجودة في البلاطة. جبنا برضو فيو 3 دي فيو تاني في الاكس زد، اطبق المنشأ برضو ورا بعضه كده في الواجهة في اتجاه في المستوى اكس زد. اللوكال اكسس بتاعه العناصر اللي انا عملتها في الدور الارضي مقلوبه. ليه؟ لان انا رسمت من النقطه من فوق من هنا شديت خط لتحت، يبقى اللوكال اكسس كده هيبقى لتحت. طب الحل نظهره ونشوفه كده من اللوكال اكسس بتاعه الفريمز. اللوكال اكسس بتاعه الاعمده اللي تحت دي كلها اللي هو اللوكال اكسس الاحمر، من فوق لتحت مظبوط كده اهو. طب اللوكال اكسس بتاعه العناصر اللي فوق كلها مظبوط من تحت لفوق، يبقى ده مقلوب. نختار الأعمدة دي ونقلبها، من بدل ما هي من فوق لتحت تبقى من تحت لفوق، نعمل لها ريفرس. يبقى نختار الأعمدة ديت، في حاجات مش ظاهرة عندي في الاختيار بس هو مختارها، حتى هو عدد لي هنا 13 فريم اهم، نختار دول ونعمل اساين فريم. في حاجة اسمها ريفرس كونكتيفيتي، يعني بدل ما هو مرسوم من فوق لتحت لا ارسموني من تحت لفوق، ريفرس كونكتيفيتي. اوكي، كده اللوكال اكسس اتظبطت، اللوكال اكسس الاحمر كله بتاع كل الاعمده سواء كان في الدور الارضي او في الادوار المتكرره بقى من تحت لفوق مظبوط. بعد كده عايزين بقى نكرر البلاطه في الادوار بتاعتنا، نختار الاكس واي بلان عند الزد بخمسه، وحذاري انك تعمل كنترول اي او تعمل سيلكت اول ان هو هيختار جميع الاعمده، لا انا الاعمده عندي متكرره، انا عايز بس اختار البلاطه بما فيها من كاميرات. هنا نختار البلاطه بالماوس ونعمل اديت ريبليكيت، عايز اكرر البلاطه في اتجاه زد، الدلتا زد ب 3 متر والنمبر 7 ادوار، ونعمل اوكي. كده خلص التكرار، اللوكال اكسس لسه ظاهره نخفيها، لسه ظاهره برضو، نعمل هنا شو اندي فورمت شيب بحيث يخفي لي كل الحاجات اللي ظاهره غير العناصر بس والسبورتس. عايز بقى اخصص قطاعات الاعمده، نعمل فيو ست 3 دي فيو اكس واي، عايز اشوف الاعمده وكانها في البلان، نختار الابريتشر دي بزيرو، يبقى انا هبص كده وكاني ببص في البلان لكن هو في 3 دي فيو، هو كده طبق لي المنشا في البلان. طيب نظهر بقى الاكستروجن اللي هي الضرب بتاع الاعمده، عايز اظهرها بتخاناتها من علامه الصح دي، نقول لنا اكسترود فيو ونخفي البلاطات علشان نعرف نشوف الاعمده كلها، البلاطات ما تداريش عليها. كده الاعمده في البلان ظاهره اهي، بس في الظهر ظاهره في 3 دي فيو وكانها ظاهره في البلان. الاعمده عندي كلها 30 في 80 اللي هي الاعمده دي. العمود لازم نختار، لو ضغطت عليه ضغطه واحده بالماوس كده ما ينفعش، كده اخترت نقطه واحده 1 بوينت، لازم نختار العمود
بالماوس من الشمال لليمين عشان ما يختارش حاجات غير العمود اهو، من الشمال لليمين كده اخترنا العمود ده وده برضو. الأعمدة دي كلها هنخصص لها قطاع 30 في 80، نخفي الأو سناب ديت علشان ما تضايقنيش وأنا بختار. بقى عندي بس الشير وولز هنخصص لها قطاع 300 سنتي في 25 سنتي. يبقى أنا كده اخترت الأعمدة Assign Frame Section ونعمل Add New Property كونكريت ريكتانجلر. دي قطاعها هنسميه كولم 80 سنتي مثلا، الدبس بوينت 8 والويدز بوينت 3. اوكي دي الأعمدة بتاعتي. الشير وول بقى ديت ودي ودي وديت. كل الشير وولز اللي عندي احنا قلنا ان هم 300 سنتي في 25 سنتي، يبقى نعمل لهم قطاع Assign Frame Section Add New Concrete Rectangular. القطاع ده هنسميه شير وول 3 متر، يبقى ده 3 في 0.25. الشير وول ديت في شير وولز عايزة تتلف زي ديت ودي، اخترنا الشير دول 6 ودول 6 لان دي حيطة فيها 8 عشان 8 ادوار، ودي برضو 8، يبقى 16 فريم هم اختارهم. نعمل هنا Assign Frame Local Axis وندورهم بزاوية 90 درجة. كده نظبطه زي ما انا عايزهم اهم في البلان. باقي بقى العمود ده عايزين نلفه بزاوية 45 درجة. العمود ده نختار برضو من الشمال اليمين كده، هيختار 8 فريمز اهم و9 نقط. المهم عندي الفريمات اللي هو مختارها بس مش مهم النقط. Assign Frame Local Axis ونحط له زاوية ناقص 45 درجة. كده بقى زي ما انا عايزه. كده نكون خلصنا الاعمدة كلها. باقي عندي اني اعمل ريدكشن للاستيفنس بتاعتها زي ما الكود المصري بيقول. الكود المصري بيقول ان انا بعمل اناليسز لاحمال الزلازل المفروض، او احمال الرياح برضو المفروض ان انا هعمل تقليل للاستيفنس بتاعتي. هو بيقول لي في حالة عدم استخدام طريقة دقيقة لتحليل القطاعات التي بها شروخ اللي هي الكراكت سيكشنز، المفروض ان انا هقلل القطاعات الخرسانية المسلحة، اقلل لها عزم القصور الذاتي بحيث ان انا اضربها في النسب التالية. الاعمدة الاي افكتيف هي بالنسبة للاعمدة، والشير وولز اللي هي سليمة اللي ما فيهاش شروخ، الاعمدة والشير وولز اللي ما فيهاش شروخ هنضرب الاي جروس بتاعتهم في 7 من 10. يعني المومنت اوف انيرشيا سواء اباوت 2 او اباوت 3 هنضربهم في 7 من 10. بالنسبة للكمرات هنضربها في نص. بالنسبة للبلاطات اللي هي الفلات سلاب هنضربها في ربع. يبقى انا هنا هدخل على الكمرات بتاعتي كلها، نختارها من select البروبرتيز السكشنز بتاعت الفريم سكشنز، select بروبرتيز فريم سكشنز، ونختار الكمرات ديت من اي بيمز نلاقيها نختارها، ونعمل هنا assign frame بروبرتي موديفاير، عايز اعدل في الخواص بتاعت البروبرتي ديت. المومنت اوف انيرشيا بتاعت الكاميرات قلنا هنضربها في نص سواء كان اباوت 2 او اباوت 3، وما نغيرش اي حاجه غير كده. اوكي بالنسبه للاعمده والشير وولز نعمل برضو سيلكت البروبرتيز الفريم سيكشن، نختار الكولمز والشير وول، ونعمل Assign Frame Property Modifier، ونخلي المومنت اوف انيرشيا ديت مضروبة في موديفاير 7 من 10. بالنسبة للبلاطات نختارها كلها Select Properties ال Area Sections، البلاطات اللي هي ال 20 سنتي في السلاب دي اخترناها طبعا انها مخفية، بس هو برضه هيختارها، واختار لي هنا اهو تحت 5448 بلاطة. نعمل Assign Area Stiffness Modifier ونضيف هنا في ال M11 ال Stiffness بتاعتها نضربها في 0.25، وال M22 في 0.25،
والام 1.2 في بوينت 2.5. اي مومنت اوف انيرشا للمومنت لو للبندنج يعني المفروض ان انا هضربها في 25% اللي هم التلات قيم دول. نخفي بقى الاكستروجن دي لانها بتتقل للرؤية ونظهر البلاطات تاني. كاتب لي على كل بلاطة اس ام يعني ستيفنس موديفايد يعني حصل لها موديفيكيشن في الستيفنس بتاعتها. ونظهر برضو هنا ايه انديفورمد شيب بحيث يخفي لي الاشكال اللي كاتبها لي دي. الخطوة اللي بعد كده المفروض ان انا هدخل بعد ما رسمنا المنشأ ووصفناه توصيف كامل ان اعرف حالات الاحمال في البرنامج. بالنسبة للبرنامج ان المفروض ان انا هعرف اربع حالات احمال اساسيين: حمل الرياح في اتجاه اكس ويند اكس، وحمل الرياح في اتجاه واي. برضو اللي انا مطلعهم قبل كده دول ويند اكس ويند واي، دول اللي مطلعينهم ببرنامج الرياح. وبرضو حمل الزلازل اللي انا مطلعه قبل كده، حمل الزلازل اهو اللي على كل دور في المنشأ. حمل الزلازل ده ينفع لاكس وينفع لواي اللي هو الاف اي لكل دور فور اكس اور واي دايركشنز، يعني كل دور هنحط قوة اكس قد القوة اللي عليه في اتجاه واي، لان هي نفس الكتلة ونفس الاكسلريشن، بس ده بيتحرك في اتجاه اكس وده بيتحرك في اتجاه واي. يبقى انا كده عندي اربع حالات. لكن بالنسبة للزلزال في مشكلة ان الزلزال بيعتمد على الكتلة بتاعت المنشأ اللي هو الديد وربع اللايف لود. ممكن اللايف لود يتحرك من مكان لمكان، فاذا السنتر اوف ماس اللي انا هحط فيه القوة الزلزالية ممكن يترحل شوية يمين او شوية شمال، شوية لفوق او شوية لتحت، خلاص. فممكن بدل ما القوة جاية في السنتر اوف ماس، لا ممكن تترحل عن السنتر اوف ماس بمقدار زي ما الكود قال عليه 5% من عرض المنشأ. فانا وليكن عندي في البلان مثلا في البلان اكس واي بلان المنشأ ده السنتر اوف ماس بتاعته اهي، في عندي قوة في اتجاه اكس اسمها ارثكويك اكس، وفي قوة في اتجاه واي اسمها ارثكويك واي. ارثكويك اكس دي احتمال تترحل لفوق شوية او لتحت شوية حسب تغيير اللايف لود، ممكن اللايف لود يزيد يترحل يمين شمال. فانا لازم ابقى ضامن ان ممكن السنتر اوف ماس يترحل مني وفيعمل تورشن على المنشأ، حتى لو الاستراكشر سيستم بتاعي متماثل ممكن يحصل تورشن على المنشأ نتيجة تغيير اللايف لود من باكية لباكية تانية او كده. فلازم نعمل ده معانا في الاعتبار. الكود المصري قال ان احنا لازم ناخد على الاقل مينيموم اكسنتريستي 5%، نسبتها 5% من العرض العمودي على القوة الزلزالية. يعني بدل ما احط القوة ديت هنا هنشيل القوة بتاعتنا ديت ونحط هنا قوة في اتجاه اكس قبل السنترويد وبعد السنترويد، المسافة بتاعتها وليكن دي الاكسيد بتاعتي، المسافة بتاعتي هنا هتبقى 5% من العرض الرأسي، ودي برضو 5%. ديت هنسميها ارثكويك اكس 1 وديت هنسميها ارثكويك اكس 2. يبقى انا كده عندي قوتين للزلزال في اتجاه اكس. برضو في اتجاه واي في عندي قوتين، في اتجاه واي في عندي قوتين، هيبقى في قوة هنا يمين السنترويد وقوة شمال السنترويد، بينهم مسافة من السنترويد لكل حمل، المسافة هنا
ديت 5% من العرض الموازي الاكس، وديت برضو 5% من عرض اكس. القوة ديت اسمها ويند ارثكويك واي واحد، والتانية اسمها ارثكويك واي اتنين. دي ارثكويك واي واحد، ودي ارثكويك واي اتنين. يبقى انا كده عندي اربع قوة للزلازل في اتجاه اكس قوتين، هما نفس القوة لكن واحدة قبل السنترويد، قبل السنتر اوف ماس بشوية، وواحدة بعد السنتر اوف ماس بشوية. برضه في اتجاه واي في عندي قوتين، واحدة يمين السنتر اوف ماس وواحدة شمال السنتر اوف ماس، ببعد 5% من العرض العمودي على القوة الزلزالية. نبدأ نعرف حالات الأحمال من define load patterns. في عندي ديد ولايف اللي كنا حلين عليهم البلان قبل كده، نخصص هنا حالة اسمها earthquake x1 ديت نوعها كويك زلازل، ومن الاوتو لاترال لود باترن نختار يوزر لودز. الاحمال اللي انا حاسبها هندخلها هنا، ونعمل اد نيو باتر نيو لود باترن. برضو في هنا حاله اسمها ارثكويك اكس 2 اللي هي الازاحه اللي بالسالب، نعمل برضو اد نيو. في بقى ارثكويك واي 1 اد نيو، ارثكويك واي 2 نعمل اد نيو، وبعدين في هنا ويند اكس بس النوع بتاعه بدل ما هو كويك ويند، ونختار برضو هنا يوزر ديفاين نعمل اد نيو، وبرضو في هنا ويند واي ويوزر ديفاين اد نيو. يبقى انا كده عملت 6 حالات، 4 زلازل و2 رياح. الارثكويك اكس 1 ده هنضغط هنا عليه ونختار موديفاي لاترال لود باترن عشان ادخل الاحمال. بيقول لي هنا ان انا ما عملتش ديافرامز، لازم تحط احمال الزلازل على ديافرام. طب الديافرام ده نعمله ازاي؟ ممكن نعمل اوكي بس كده، مجرد ان احنا نسيف الاحمال اللي الحالات الاحمال دي. اوكي، لازم نحط كل دور في ديافرام، فلازم اختار المنشا كله كنترول A، ونعمل assign joint constraints. وفي هنا حاجه اسمها ديافرام، add new constraint، ونقول له هنا الكونسترينت اكسس زد، ونقول له هنا اساين ا ديفرنت ديافرام لكل زد، يعني كل ارتفاع دور اعمل لي عنده ديافرام علشان تحط عليه القوه الزلزاليه او قوه الرياح في اتجاه اكس او في اتجاه واي. يبقى القوه هتبقى في اتجاه اكس او في اتجاه واي، لكن الكونسترينت اكسس هو هيبقى في اتجاه زد، وانت طالع كل زد معينه عندها دور هيتعمل في ديافرام مستقل بذاته. اوكي اوكي، كده يكون عمل لي الديافرامز كلها، كل مستوى عنده ديافرام. ممكن نشوفهم برضو من هنا، display show mask assigns joint الكونسترينتس، وريني كده الديافرام اللي عند زد ب 26 او 23 او 20 وهكذا. يبقى عند كل زد عمل لي ديافرام اسمه ديافرام 1 بس عند زد بكذا، عند 26 مثلا. اوكي، يوريني الديافرام اه النقط دي كلها متربطه مع بعضها وهيتحط عليها احمال رياح واحمال زلازل وهكذا. برضو ممكن ننزل تحت من ديسبلاي شو مسك الساينز جوينت، برضو عند مثلا الديافرام واحد ده عند زد ب 14. اوكي، يطلع يقول لي ده سقف ديافرام معين. ندخل بقى تاني نكمل بقى حاله التحميل بتاعتنا من ديفاين لود باترنز، نيجي بقى على الارثكويك اكس. نعمل موديفاي لاترال لود، يجيب لي شاشه يقول لي انت عملت ديافرامز هنحط لك فيها الاحمال بتاعتك عند كل زد، في زد ب 26 23 20 17 14 وهكذا، من اول زد بصفر لحد اخر ارتفاع المنشا اللي هو 26 عمل لك ديافرامات. انا عايز احط القوه ديت في اتجاه اكس، دي اسمها ارثكويك اكس، يبقى نحط الفورس في اتجاه اكس. هنحط الفورس ات سنتر اوف ماس، قمه القوه الزلزال بتتحط عند سنتر اوف ماس، وزي ما قلنا انها هتبقى مترحله شويه بمقدار 5% بالموجب او بمقدار 5% بالسالب. هو الكود المصري فرض ال 5% ديت، والساب برده شغال على نفس الديفولت فاليو دي، فهنخليها 5% الاكسنتريست ريشيو. نحط بقى القيم اف اكس بتاعه الزلازل هنا اللي انا كنت حاسبها من برنامج الزلازل، القيمه دي هنحطها عندنا هناك. نصغر الشاشه ديت كده،
عند زد ب26 القيمة ب17، وبعدين عند زد ب23 القيمة كانت ب15، وعند 20 القيمة ب13، وبعدين عند 17 القيمة ب11 و11 من 100، وبعدين عند 14 القيمة ب9 و15 من 100، وبعدين عند 11 القيمة ب7 و19 من 100، وبعدين عند الارتفاع ب8 ب5 و23 من 100، وبعدين عند ارتفاع 5 و23 من 100، وعند الارتفاع زد ما في عند الارتفاع زد بصفر ما فيش اي قوه، لان هي تبقى عند منسوب الاساسات مش هتعمل اي ستريننج اكشن عندي على المنشأ. يبقى الثمان ادوار بتوعي او الثمان ديافرامات بتاعتي اهم، نعمل هنا اوكي. طب برضو بالنسبه للارثكويك اكس 2 ندعم الموديفاي وندخل نفس القيم، ما هي نفس القيم بس الازاحه هي اللي مختلفه. ابلاي ات سنتر اوف ماس، ندخل نفس القيم هنا تاني، بدل ما نكتبها ممكن ننسخها من هناك ونلزقها هنا تاني. نعمل اوكي كده ونروح ننسخها من هناك تاني. اليوزر لود دي نعمل موديفاي، ناخد القيم ديت كده. للاسف هنا ما بيقدرش يخليك تختار بالماوس وتعلم عليهم كلهم، فالحل ان انا هختارهم بالكيبورد. هاجي على اول خلية ونضغط شيفت واحنا نازلين بالسهم لتحت، يبقى ارجع على اول خلية واضغط شيفت وباستمرار وانا نازل بالسهم بتاع الكيبورد لتحت، وبعدين اجي من هنا اقول له ايديت كوبي اوكي، واروح على ايه الارثكويك اكس 2 دي موديفاي لاترال لود باترن. نعمل برضو هنا الاف اكس كده، نعلم عليها ايه اول خانه، ونعمل شيفت برضو واحنا نازلين لتحت. لازم تختار نفس العدد اللي انت كنت عامل له كوبي هناك، نعمل له ايديت بيست يلزق لك نفس القيم هنا تاني. برضو هنا السنتر اوف ماس بتاعك هتحط فيه القوة، لكن بترحلها باكسنتريستي لكن بالسالب. المرة اللي فاتت عملناها بالموجب، نحطها هنا بالسالب 5 من 100. اوكي يبقى انا كده عملت ارثكويك اكس 1 وارثكويك اكس 2. برضو ارثكويك واي، احنا قلنا ان حمل الزلازل في اتجاه اكس وفي اتجاه واي بيبقى متساوي، لكن المشكلة في الاكسنتريستي بس. يبقى ارثكويك واي نعمل هنا على اليوزر لود موديفاي لاترال لود باترن، بدل ما احط الحمل في اتجاه اكس هنحطه في اتجاه واي، وانا نسخه اصلا معايا هو دلوقتي معايا في الباك جراوند. فنختار بقى اول خليه وننزل باستمرار شيفت او نكتبهم خليه خليه. كده اخترت العدد ده، ايديت بيست برضو حطينا نفس الاحمال وابلاي ات سنتر اوف ماس ونعملها مره بخمسه من 100 اوكي. برضو ارثكويك واي 2 هي نفس الموضوع، نيجي برضو هنا على اول خليه شيفت واحنا نازلين بالكيبورد لتحت، ونعمل ايديت بيست، يبقى انا حطيت الاحمال برضو في اتجاه واي تاني اهي، ونعمل ات سنتر اوف ماس لكن بناقص 5 من 100. يبقى احنا عملنا اتجاه اكس مره موجب ومره سالب، اتجاه واي برضو مره موجب ومره سالب اوكي. الويند اكس برضو نضغط عليها وموديفاي لاترال لود، قال لي الويند اكس مفيش ديافرام ليها موجود. يظهر ان الديافرامز مش ظاهره، لان احنا كنا دخلنا عرفنا الحالات بتاعه الاحمال وبعدين كان في ايرور حصل، وبعدين طلعنا عملنا الديافرامز تاني. فهنلغي حالات الاحمال بتاعه الويند اكس والويند واي ديت ونضيفها تاني، ويند او هنسميها دبليو ويند، وليكن مثلا ويند اندرسكور اكس باسم تاني، ويند نوعها ويند لود، يوزر ديفاين اد نيو ويند برضو اندرسكور واي هتبقى باسم تاني، ونعمل برضو هنا اد نيو
لود باترن، يبقى الاثنين دول ويند والباقي كله ايرثكويك. لو دخلنا على الويند اكس دلوقتي موديفاي لود باترن هنلاقي الديافرامز ظهرت عندنا، ومفيش مشكله ان احنا ندخل الاحمال. ندخل احمال اكس، ويند اكس اهي كنا حاسبينها عند اول دور اللي هو الدور الارضي اللي هو الارتفاع زد بخمسة، اللي هو الدور هنا واحد، القيمة بخمسة طن وتمنتاشر من مية. وبعدين اللي بعده بتلاتة وتسعة وتمانين من مية. وبعدين اللي بعده اربعة سبعة وعشرين من مية. دول الاربع قيم دول اربعة سبعة وعشرين من مية اللي تحت بعض، اربعة سبعة وعشرين من مية. وبعدين القيمة اللي بعد كده خمسة، وبعدين اتنين ونص. نعمل اوكي. احنا كده دخلنا الاحمال في اتجاه اكس. هنا الاكس الاكس اوردينيت والواي اوردينيت اللي هو نص الوجهات. الواجهة عندي في اتجاه اكس طولها ستاشر ونص، يبقى نصها تمانية وربع، هو حاسبها لي مظبوط اهي، اللي هي نص الديافرام في اتجاه اكس. وبرضه في اتجاه واي عندي البعد طوله 14 وربع، يبقى نصه 7.125. باذا القوه دي هتتحط في نص الواجهه يعني في اتجاه اكس، يعني على بعد واي ب 7.125. اوكي كده حطينا الاحمال في اتجاه اكس. نيجي ندخل برضه ويند واي، نعمل موديفاي لاترال لود باترن، ونحط القوة برضو نفس السنتر بتاع الواجهات اهي، نحط الفورس بدل ما هي اف اكس نحطها اف واي، لكن قيم تانية في الزلازل القيم هي في اتجاه اكس هي في اتجاه واي، لكن في الرياح القيم في اتجاه اكس غير القيم في اتجاه واي، لان الواجهات هنا ابعادها مختلفة. ندخل على نقفل بقى الدبليو اكس ده الويند اكس، نضغط على دبليو واي، نجيب الفورس في اتجاه واي. الدور الارضي اللي هو على ارتفاع خمسة متر تحت ده اهو، القوة هنا ستة في اتجاه واي ستة، وبعد كده اربعة ونص، واللي بعده اربعة بوينت تسعة خمسة، اربعة ادوار اربعة بوينت تسعة خمسة. وبعد كده خمسة بوينت تمانية، وبعدين اتنين بوينت تسعة. اوكي كده دخلنا احمال الرياح والزلازل سواء كان في اتجاه اكس او في اتجاه واي. الزلازل ليها اتنين اكسنتريستي، واحدة موجبة وواحدة سالبة، سواء في اتجاه اكس او في اتجاه واي. اوكي ممكن نراجع عليهم تاني بحيث لو في اي تعديل نعمله. ديت الاكسنتريستي بتاعتها بخمسة من مية، موجودة في اتجاه اف فورس في اتجاه اكس. ديت برضو موديفاي ده فورس في اتجاه اكس بس الاكسنتريستي بالسالب، مفيش مشكلة. ارثكويك واي واحد اللي هي الاكسنتريستي بالموجب والفورس في اتجاه واي، برضو ديت الفورس في اتجاه واي تمام والاكسنتريستي بالسالب. الويند اكس الفورس في اتجاه اكس، الويند واي الفورس في اتجاه واي. اوكي كده هو طالما ان انا عملت حالات احمال اللي هي اللود باترنز وبعدين لغيتها، ساعة ما اجي احل هتظهر لي بس مش هيظهر فيها احمال، فلازم الغيها الاول من ديفاين لود كيسز. طالما ان انا دخلت اللود باترنز هنا وحطيت احمال في اللود باترن اللي هي حالات التحميل واتلغت، هي متسيفة عند البرنامج ان هي موجودة بس احمالها بصفر، فلازم نلغيها عشان نريح دماغنا منها. من define load cases هنلاقي فيه حالات كتيرة قوي. نسيب بس الويند اكس، ويند اندرسكور اكس ويند اندرسكور واي، والويندات اللي باقية دي كلها نلغيها. ويند واي برضو ديليت، ويند واي دي ديليت، ويند اكس دي ديليت، وديت ديليت. كل حالات الويند اللي احنا عملناها غلط دي نلغيها، ونسيب بس ويند اندرسكور اكس ويند اندرسكور واي. والارثكويك كانوا مظبوطين مفهومش اي مشكلة، والديد واللايف والمودل تمام. كده احنا كده عرفنا الاحمال بتاعتنا وحالاتها، باقي بس ان انا احل المنشأ. نحفظه الاول،
نعمل run هنلاقي الحالات اللي انا سبتها بس هي اللي موجودة، لو انا ما كنتش لغيتها كانوا كلهم هيبقوا ظاهرين عندي هنا. نعمل run now، هو الموديل بس اللي مطفي بالنسبة لي والباقي كله هنعمل له run. كده البرنامج خلص حله وقال لي analysis complete. ده الـ deformed shape نتيجة الحالة الـ dead load. لو انا عايز اشوف الـ deformed shape نتيجة الـ earthquake x، نشوف كده view set 3D view xz، ممكن نحرك المنشأ نعمل start animation، نشوف المنشأ ساعة ما يتعرض لقوة في اتجاه x هيتحرك ازاي. المفروض ان الكود المصري بيقول لي الدريفت بتاعي بين كل دورين مفروض ما يزيدش عن 1% من ارتفاع الدور، يعني الازاحة هنا القيمة U1 هنا في اتجاه اكس بتسعة من مية، يعني 9 سنتي او 0.095، هي 9 سنتي ونص، والنقطة دي اتحركت اليو واحد بتاعها 0.088 يعني تقريبا 9 سنتي، يبقى الفرق بين النقطة اللي فوق دي والنقطة دي اتحركوا دلوقتي نسبيا بينهم وبين بعض مسافة 0.5 سنتي، لان اللي فوق اتحركت 9 سنتي ونص واللي تحت اتحركت 9 سنتي، فالفرق بينهم 0.5 سنتي. هل هو مسموح بيه ولا لا؟ الكود المصري بيقول ان المفروض الفرق بين الازاحتين بتاع اي دورين متتاليين ما تزيدش عن 1% من ارتفاع الدور، فارتفاع الدور هنا 3 متر، يبقى اذا انا مسموح لي ب3 سنتي، يبقى مفيش مشكلة لو انا عندي ايه الازاحة بقت 0.5 سنتي. يبقى كده بالنسبة للسوي اللي حصل بين كل دور والتاني مفيش مشكلة فيه، الدريفت اللي حصل مفيش مشكلة فيه، علشان لو في وجهات زجاجية ممكن نتيجة الاحمال بتاعت الزلازل ان المنشأ يتحرك حركة عالية ويتحرك ازاحات عالية فيحصل تكسير للوجهات الزجاجية وتحصل تدمير للناس الماشيين في الشوارع. فانا بالنسبة لي كده المنشأ الحمد لله ان هو سيف من حيث الديفورميشن. بالنسبة بقى للفورسز اللي على العناصر، انا عايز اظهر المومنت نتيجة وليكن الزلازل، نظهر الفريمز مومنت نتيجة الارثكويك اكس 1 مثلا المومنت ام 3 3. اوكي، لو جبنا 3 دايمنشن كده نلاقي العزوم، اكبر عزوم عندي هي على الشير وولز، الشير وول اللي هنا واللي جوه دي، دول كده موازين لاتجاه اكس، العزم بتاعهم هيبقى كبير جدا. العزم تحت هنا لو انا جيت هنا كبرت على الحته دي كده، العزم هنا قيمته 483 طن متر. الاعمده القيم العزوم اللي عليها موجوده بس صغيره جدا، ان المنطقه دي كده 11 طن متر، فبالنسبه لل 480 ده لا تذكر، فهي مش باينه بالنسبه لها. الشير وولز الانيرشيا بتاعتها عاليه جدا، امتصت كل العزوم بتاعه الزلازل او الرياح. بالنسبه للزلازل في اتجاه واي، ممكن نظهر M22 كمان، بالنسبة للام 3 3
العزم هنا 572 وده 517 طن متر. على العموم انا مش هصمم بالفيجواليزيشن اللي ظهر عندي ده، الشكل اللي ظهر عندي ده مش هصمم بيه، انا هصمم الشير وولز والاعمده بعد ما اصدرهم على برنامج الاكسل. هو اسهل حاجه ان انا اصدر الرياكشنز بتاعتي. لو انا صدرت الرياكشن بتاعت الشير وول او بتاعت الاعمده يبقى انا كده صدرت الستريننج اكشنز بتاعتها. ممكن نيجي في الاكس واي بلان كده وننزل تحت عند منسوب الاساسات، دي السبورتس بتاعتي، ونقول له اظهر لي الليبلز بتاعت النقط بحيث ابقى عارف كل شير وول اسمها ايه او رقمها ايه. بالنسبه للجوينتس ظهر لي الليبلز، يبقى كل شير وول ليها اسم هنا او كل عمود له اسم، دي 730 دي 731 وهكذا. دي اسامي الشير وولز بتاعتي، ممكن اطبعها، ممكن نكبر كمان الفونت بتاعها بحيث اشوفها لو انا عايز اطبعها وابقى اشتغل بيها. من اوبشنز دايمنشنز نيجي على المينيمم فونت سايز، بدل ما هو 5 نخليه مثلا 8، والماكسيمم فونت سايز بدل ما هو 12 نخليه 15. نعمل اوكي كده، الارقام بتاعتها ظهرت شويه. دول 13 عمود لو اخترتهم اهم، او 13 عمود بما فيهم الشير وولز اللي عندي. طبعا انا مثلا عايز اصمم الشير وول اللي هي عليها اللي هي رقم 738 دي. الشير وول ديت هي في اتجاه اكس شكلها كده، اللي هي 738 وعليها مومنت ام اكس وام واي وعليها تورشن وعليها نورمال فورس جاي من الرياح والزلازل والديد لود واللايف لود. والرياح ديت ممكن تكون في اتجاه اكس او في اتجاه واي، والزلازل تكون في اتجاه اكس او في اتجاه واي، وقد تكون باكسنتريستي موجبه واكسنتريستي سالبه، فهي عليها حالات تحميل كتير. فان شاء الله في الحلقه الجايه هنتعلم ازاي نصمم الشير وول او الاعمده تصميم نهائي على برنامج السي اس اي كولم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.